بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رائد عزيز حبيب من سكنة العراق محافظة كربلاء المقدسة. أتيت إلى الهند هنا في نيودلهي في مستشفى مانيبول وأجريت عملية تبديل مفصل القدم اليمنى الرجل اليمنى عفوا. وقد أجرى لي العملية الدكتور راجيف وقد نجحت العملية وبتدارك. وخلال 10 أيام استطعت أن أمشي على رجلي وشكراً.